السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتأسف والله على الغياب وعلى عدم المكالمة عن ضال المجموعة. يا غير الحمد لله راكم شفتوا الخبر العاجل واللي المتداول لرأيك، لأنه مجلس الأمن الأعلى في الدولة الجزائرية قطع حتى على المجال الجوي بأي صفة كان، سواء كان المدني العسكري المغربي فوق الأراضي والأقاليم الجزائرية. وهذا بطبيعة الحال يعطي نقاط حول تحاليلنا اللي كنا نقول لكم المرة الماضية، واللي كانوا شاكين والله اللي شاربين الجزائر في مها قليلة، والله اللي شاكين عن الجزائر عن همها قليلة تقد مثلا تنصرط على أنها مجابهة للأقوال اللي تقول على أنه الجزائريين والله الجزائر تخلت عن الصحراويين. هذا أثبتت اليوم الواقع، أثبتت اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية، وأثبتت اليوم هذه الخطوة اللي منذ قليل اتخذها مجلس الأمن الأعلى الجزائري. وهذا بطبيعة الحال يعطي قراءات جديدة على أنه التصعيد الجزائري في أمام المغربي على أنه تصعيد مستمر، وعلى أنه لا رجعة فيه، وعلى أنه الجزائر عاد ترجع بريقها زمن هواري بومدين، والجزائر الآن عاد له تفرض أمر جديد وواقع مع الحق، ألا وهو يعني التصعيد مع المغرب. بطبيعة الحال لأنه هذه عندها عدة قراءات، بطبيعة الحال لأنه هذا أمر مفرح مفرح، بل ربما أفضل والله زاد أزين خبر ممكن نسمعه كصحراويين لهذا اليوم، بالنسبة اليوم، لأنه هذا يعطي دليل تام على أن المنطقة كاملة قايسة بركان مهما كانت، وعلى أن المنطقة ستشهد تغييرات جديدة وجذرية إن شاء الله، وخاصة الجانب العسكري التكتيك العسكري. ومابقى اليوم إلا على أنه يوم بعد يوم نتأكد ونزيد ونتأكد على أنه الحياة ما بعد القرقرات ما هي الحياة قبل القرقرات، وعلى أنه تطليص على القرض بالنسبة للمغرب على أنه ذلك لا يرجع لصوابه. والدليل على أنه موافق على ديمستورا، والدليل هو اللي على أنه موافق على المفاوضات المسلسل الأممي من بين هو ومن بين جبهة البوليساريو فقط، لا أحد غيرها.